وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف لعناصر الأمن والبسيج داخل الشوارع والأحياء العربية في الأحواز، رافقها حظر على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تحسبا لتناقل الصور ومقاطع الفيديو عن الغضب الجماهيري والفتور في الشارع الأحوازي لدى زيارة الرئيس الإيراني روحاني اليوم إلى تلك المنطقة العربية التي تعاني أصلا من مشكلات كثيرة، أولها سوء الخدمات وليس آخرها القمع والاضطهاد والإعدامات المستمرة. هو جاء لاسترداد هيبة الكيان الفارسي المحتل التي أسقطها الأحوازيون في الفلاحية والمحمرة والأحواز وعبادان ومدينة الخلفية وغيرها من المدن الأحوازية الثائرة. لم يحظى باستقبال جماهيري من الشارع الأحوازي، حيث أنه لم يأتي بحلول منطقية إلى الشارع الأحوازي. وتشهد المدن الأحوازية منذ قرابة أسبوعين من تظاهرات احتجاجية مستمرة ضد ممارسات النظام القمعية ضد أبنائها، وخاصة بعد مقتل شاب أحوازي بنيران القوات الأمنية الإيرانية، حيث أثارت مقطع فيديو للشاب وهو مضرج بدمائه غضب الأحوازيين، والذي يرى المتابعون أن زيارة روحاني ربما تأتي لتهدئة الشارع العربي، رغم أن الإعلان الرسمي لأسباب الزيارة تأتي لتفقد بؤر العواصف الترابية هناك. عم بدأت الاحتجاجات من استشهاد الشاب الأحوازي حسن في مدينة الفلاحية، وانتفضت هذه المدينة وانتفضت عدة مدن أحوازية، وأن زيارة روحاني طبعا بدأت من زيارة مسؤولين برلمانيين ومسؤولين إيرانيين إلى الأحواز، وانتهت بزيارة رئيس الكيان الفارس المحتل المجرم روحاني إلى الأحواز وهي فترة انتخابات. ورغم الإخفاقات المتكررة لحكومة روحاني التي تعاني من فشل في أدائها، إضافة إلى الصراعات الداخلية مع التيار المحافظ للمرشد خامنئي، فإن حظوظها في جلب استعطاف الشعوب الإيرانية نحوها في معركتها الانتخابية القادمة من خلال هذه الزيارات التي ترافق الحملات الانتخابية تبدو ضئيلة. أجي تقبل الله بفرمي.